جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول: يعرف رجلا آخر يصلي بدون وضوء مع وجود الماء، ولا يحبب قراءة الفاتحة، وعمره ما يقرب من 70 عاما، ولا يسأل الناس حتى يعلموه الفاتحة. أيضا هل يجب علي تجاهه شيء؟ لا، يجب عليك الإنكار عليه، لأن الصلاة بدون وضوء لا تصح، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه مع الاستطاعة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إلى آخر الآية. أمر سبحانه وتعالى بالطهارتين: الصغرى وهي الوضوء من الحدث الأصغر، والكبرى وهي الاغتسال من الجنابة. فمن صلى من غير طهارة مع قدرته على الطهارة بالماء أو بالتيمم عند العجز عن الماء، فإن صلاته غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا كان باستطاعته أن يقرأ الفاتحة، وإذا كان لا يحسنها باستطاعته أن يتعلمها، التعلم اليوم لله الحمد ميسور وسهل لكثرة قراء القرآن المجيدين للقرآن وانتشارهم، فلا يسعه أن يصلي وهو لا يحسن الفاتحة حتى يتعلمها ويقيمها على وجه مطلوب. الصلاة عبادة من الله عز وجل، لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم، وكانت موافقة لما شرعه الله عز وجل، أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما شرعه الله ورسوله وأجمع عليه المسلمين الطهارة للصلاة، وأنها لا تصح بدون الطهارة. نعم.